حدث عالمي ديني ينتظره الجميع، ولا سيما الموحدون ومن يدين بدين سماوي، ظهور المخلص الإمام المهدي عجل الله فرجه. هناك العديد من العلامات والإرهاصات التي تنبه الناس على قرب ذلك الحدث، وبالتالي ليستعدوا أو ليتهيئوا له. وأهم تلك العلامات وأبرزها وأقواها تأثيراً في النفس هي الصيحة السماوية. الصيحة حدث كوني غير معهود، وصفتها الروايات بأنها صوت من جوف السماء المنادي به الملك جبرائيل عليه السلام، يشير فيه إلى القائم فيذكره باسمه واسم أبيه، ويعلن انتهاء عصر الغيبة الكبرى وبدء مرحلة الظهور، ممهدا بذلك النفوس والأجواء لاستقبال بقية الله الأعظم. سيشهد الصيحة كافة أهل الأرض وفي آن واحد حتى تقوم الحجة ولا يبقى عذر لمعتذر، فيصل الصوت إلى كل قوم بلسانهم فيفهمونه ويعونه على اختلاف مشاربهم ولغاتهم. ولشدة الصوت النائم يستيقظ، الجالس ينهض، الواقف يجلس، والفتاة تخرج من خدرها. صيحة جبرائيلية إعجازية بكل ما للكلمة من معنى، لذلك تعتبر هذه الصيحة أهم العلامات الدالة على شخص الإمام المهدي والمنبهة على ظهوره، والتي بها تنتهي الغيبة الكبرى. الصيحة من المحتومات، ولقد ورد في الروايات أنها تكون في شهر رمضان في الليلة 23 منه، وورد في بعضها أنها تكون في ليلة الجمعة، ولكن هذا الموعد خاضع لقانون المحو والإثبات بحسب الحكمة والمصلحة التي هي في علم الله سبحانه. تجدر الإشارة إلى أن الروايات التي ذكرت حدوث الصيحة ذكرت إلى جنبها أن إبليس سيقوم بصيحة مناوئة ومخالفة للصيحة الجبرائيلية، وسيدعو فيها لبني أمية أو إلى نصرة السفياني كما ورد في بعضها. يقع بعد الصيحة السماوية اختلاف بين الناس وحروب وفتن يترتب عليها قحط وغلاء في الأطعمة، لذلك أشارت تعاليم أهل البيت عليهم السلام بعد حدوث الصيحة إلى الإكثار من تخزين الطعام ما يكفي الفرد ومن يعول لمدة عام.